علشان ما خليش عيالي محتاجين حاجه. نوران حاتم من احد مدربات في مشروع علي صوتك. المشروع ابتدى سنه 2015 علشان احنا عشان المدربه الاساسيه والكوفاوندر بتاعت المشروع لما جت كانت طالبه مخرجات يجوا يصوروا معاها ومصورات ما لقيتش اصلا مصورات ستات، لقيت كل اللي بتقدموا لها رجاله. ففكرت ان اوكي احنا في مصر فعلا ما عندناش في الكارير بتاع السينما والتصوير ستات كما ينبغي، فبالتالي احنا نعمل بروجكت علشان ندرب البنات وندرب السيدات على ان هم يعملوا افلام وان هم يصوروا وان هم يمنتجوا وان هم يدخلوا في فكره عمليه الانتاج كلها من اولها لحد اخرها. المختلف في الافلام بتاعت الدوره دي والدوره اللي فاتت مختلفه في افلام المشروع بصفه عامه هي انها مش طول الوقت بناخد نفس البرسبكتيف التقليدي لمناقشه القضايا، احنا هنا بالاساس بنتكلم من وجهه نظر البنات عن القضايا اللي بتهمها، من وجهه نظر الستات عن القضايا اللي بتهمها. وبالاساس الفكره في ان انت بتبني مجتمع صغير من الستات اللي بتعمل دعم لبعضها. انا اسمي نورا شلبي، خريجه اقتصاد جامعه امريكيه سنه 2016. في الاول كنت عايزه ان اخد كورس تمثيل في مصر بس اهلي يعرفوا الموضوع ده جامد، فلقيت الايفنت ده بالصدفه على الفيسبوك ولقيته اقرب حاجه للمجال الفني والتمثيل. واحنا اول ما دخلنا الورشه واحنا في الانترفيو كان مثلا في سؤال لو دخلتي الورشه ايه الافلام او ايه الافكار اللي عايزه تناقشيها في الفيلم اللي هتعمليه، فكانت من احد الحاجات اللي انا قلتها كانت ان انا عايزه اناقش فكره التصور المثالي للمراه عامه من ناحيه الجمال. الموضوع ده بيضايقني بشكل شخصي ان هو لازم ابقى شبه الباربي شبه الممثلات بتوع التلفزيون، فدي كانت احد القضايا اللي انا عايزه اواجهها. بس بعدين فعدت انا وزميلتي بنحاول نطلع افكار نعملها في نقاشها في الافلام، فقلنا لا يعني نناقش الموضوع ده، فكره التابوهات، فكره التصور المثالي للمراه، وازاي لو خرجنا عن التصور ده انت بتعتبر يعني حاله غريبه، يعني زي مثلا مش عايزه تبقي شكلك شعر طويل حاجات كده، يعني زي مثلا شفنا في الفيلم بنت حلقت شعرها، دي كارثه يعني مين يقدر يعمل حاجه في المجتمع. المجتمع خلى الستات علاقتها بجسدها كانها علاقه عيب، يعني ان احنا عندنا جسد ده عيب من اول ما نعرف ان احنا بنات. اول ما نتولد خلي بالك انت بنت، ما تعمليش كذا عشان انت بنت،